السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايبين لكم مراجعة سريعة للعبة الديمو مونستر هانتر رايز الحصرية على طبعا نينتندو سويتش، وراح تنزل على البي سي واعتقد على أجهزة ثانية، بس أول إصدار لها راح يكون حصريا على النينتندو سويتش مؤقتة طبعا إلى أن يحين صدورها في الأجهزة الباقية، واللي هي راح يكون سنة 2022. ولكن هالسنة راح تنزل هذه اللعبة تاريخ أعتقد 26 مارس اللي هو هذا الشهر، راح تنزل هاللعبة. تقدر تطلبها الطلب المسبق، وأنا أوريدي طلبتها طلب المسبق، فخلونا نشوف شنو تسولف عنها هاللعبة في هذا الديمو. فإن شاء الله في هذا الفيديو راح نتكلم عن ثلاث محاور كالعادة، وهي أولا راح نتكلم عنها القصة، بعدها طريقة اللعب، وآخر شيء راح نتكلم عنها وهي التقييم الشخصي. طبعا اللعبة ديمو تقدر تجربها الحين إذا عندك نينتندو سويتش، وإذا ما عندك نينتندو سويتش خلك لآخر المقطع وراح أقول لك هل يستحق أنك تشتري فيها النينتندو سويتش عشان تلعب هذه اللعبة ولا لا. فخلوكم معنا. حاليا نتكلم شوي عن القصة، بس قبل لا نتكلم عن القصة نعرفكم منو اللي طور هذه اللعبة. طبعا اللي مطور هذه اللعبة شركة كبيرة مثل كابكوم اللي طورت هذه اللعبة، واستغرقت 4 سنين لتطوير وعشان يطلعون في هذه الصورة من اللعبة. يعني اللعبة فيها وحوش مختلفة، فيها أجواء وطبيعة غير عن اللي نزلت على البلايستيشن 4، ولكن هذه غير، وأضاف وحوش جديدة وأجواء جديدة. فالقصة هي عبارة عن مجموعة وحوش غاضبة يهاجمون القرية وما حد يعرف شنو السبب، فكادوا في آخر المرة يقضون على القرية، ولكن هنا يأتي دور الأبطال في صد إلى هذه الوحوش واستكشاف لماذا هذه الوحوش تهاجم القرية. فدورك أنت لجمع معداتك وتتجهز لمواجهة هؤلاء الوحوش وإنقاذ القرية من الهلاك. وخلونا حاليا نتكلم شوي عن اللعبة، واللعبة هي نفس المونستر هانتر وورد اللي نزلت على السوني 4، قصدي نفس الأسلحة. طبعا القصة غير، والوحوش فيها يعني حاطين وحوش جديدة للأمانة، وفيها بعضهم متواجدين ولكن الأغلب يكونون مختلفة وقدراتهم مختلفة عن اللي راح كنت لعبة بالبلايستيشن 4. فهذا الجزء يعني راح يخلي فيه مكس بين الوحوش وقدراتهم والصعوبة. طبعا اللعبة أونلاين، تقدر تلعبها ويا ربعك على نينتندو ويساعدونك الأونلاين. والأسلحة اللي راح تشوفونها طبعا نفس الأسلحة اللي متواجدة في البلايستيشن 4، ما تغيرت، نفس الحركات نفس الكومبوات اللي تستخدمها، ولكن مثل ما قلت لكم الأسلحة متواجدة نفسها ما تغيرت. ولكن اللي تغير في هذه اللعبة شنو؟ ان عندك الحبل اسمه واير بق، اللي هي الحشرة فيها واير، عرفت شون؟ فتقدر تستخدمها اكثر من استخدامات. طبعا تقدر تستخدمها في تفادي الوحوش، وتقدر تستخدمها في الصعود على الوحوش، وهم يعني تنجز نقزات عالية وتطق الوحوش من فوق. فالكومبوات شوي زادت. الاختلاف اللي كان فيها ان عندك حبل تقدر تنجز فيه وتسوي كومبوات بالهواء، فهذا شيء حلو، صارت اللعبة شوي اسرع من ناحية الطق. تقدر تشكل على الوحش، والوحش طبعا زادت صعوبته طبعا في هذا الجزء، لان الحين عندك واير تقدر تتفادى الوحش بهالواير. اول ما يهجمك تقدر يعني طق عليه اعتقد الزد ال او الزد ومثلث،
فيعطيك الدوج المعين وتتفادى في الوحش، فصارت اللعبة مع الواير أحلى للأمانة، فعلا إضافة حلوة لهذه اللعبة. الحين تقدر يعني تشكل على الوحش أكثر، فهذا التغيير. وأيضا في تغيير آخر، واللي هو يكون إن عندك الحيوان إضافي اللي هو الكلب على ما أعتقد أو الذيب، ولكن يكون عندك كلب إضافي غير عن اللي موجود اللي وياك واللي عارفين إحنا، اللي يكون قطو صغير الحين صار عندك كلب تقدر تشكله على كيفك، وهم تركبه وتروح إلى الوحش دايركت. فصارت اللعبة أسرع شوي إنك تركب هذا الكلب وتروح عند المكان الوحش أو تستكشف معك، وهم يقدر يطق وياك وتركب له معدات ويطق الوحش وياك، فهذه إضافة جميلة في اللعبة. وأيضا تمت إضافة شغلة جديدة، وهي إنك تركب على الوحش وتقدر الطق في الوحوش الأخرى. هذا راح يساعدك على تقليل من معركة بينك وبين الوحوش الأقوياء، فهذه ميزة جدا جميلة وجديدة في هذه السلسلة، إن تقدر تركب وحوش وتسيطر عليهم من خلال الواير باك، فمن خلال هذه الحركة تقدر تسيطر عليهم وتقاتل فيها وحوش أخرى. وأيضا في شيء راح تلاحظه جديد، إن الشخصيات صارت تتكلم فعلا، مو يعني مو كلام طويل، لا لا، لما تخسر راح يتكلم الشخصية، إنه حزين راح يكون، راح يتكلم كلام معين يعني، عرفت شون؟ فلما تطق الوحوش، لما تفوز، ففي كلام يكون، وتقدر تسكره طبعا، ولكن أنا اللي لاحظته إن الشخصيات يتحدثون بعض الأحيان يعني، عرفتوا؟ لما يخسر، لما يسوي مهمة جديدة، لما يفوز، ففي شغلة جديدة أضافوها وهو الأصوات اللاعبين. فاللعبة ممتعة، وحاليا خلنا ننتقل إلى آخر فقرة. وحاليا نصل إلى ختام هذه الفقرة، وهي التقييم الشخصي. طبعا ما راح أقيمها حاليا لأن أنا ما لعبت إلا الديمو، فالديمو مو كامل، ولكن هي لعبة واعدة الصراحة، ومدام منا طوروا 4 سنين وأنا لعبت الديمو، والله ممتعة وحلوة، فيها تغيير يعني، يعني إذا أنت كنت لاعب الجزء القديم فما راح يختلف عليك إلا شوية من القصة وشوية من تطور الوحوش وتغييرات للضربات الوحوش، صاروا شوي أقوى، ولكن راح يكون فيها السرعة شوي في قتال الوحوش مدام عندك الواير باك، فهذا شيء جميل. فللأمانة إذا ودك تشتري هذه اللعبة وما عندك النينتندو سويتش، فأنا أقول لك والله نينتندو سويتش يعني فيها يعني أكثر من ألعاب حصرية لها جميلة مثل ماريو، هذه ألعاب ماريو ما تتطور في الصراحة، وسوبر سماش، فممكن أنك ما تأخذ يعني النينتندو سويتش الكاملة، تأخذها مصغرة في واحدة فقط تكون محمول، عرفتوا شلون؟ تكون أرخص، فحاليا راح تلاقونها مستعملة رخيصة. فإذا حاب تلعب على التلفزيون وشاشات كبيرة فهم ممتازة للأمانة، اللعبة جدا يعني متناسقة مع الجيل نتندو هذا، معنا بالعادة لما ألعب ألعاب نتندو في ألعاب الطرف الثاني، مو ألعاب نتندو الحصرية، تكون ألعاب الطرف الثاني تكون فيها 30 فريم ينزل اللعب واضح، فيكون فيها وايد مشاكل، ف يعني لازم تحط ببالك بهالشيء. العاب الطرف الثاني مثل ابيكس ليجند فيها شوي تعليق، فيها مو متناسقه، الوضوح فيها مو ذاك الزود، ولكن هي حلو انك تلعبها كمحمول. فاذا حاب اللعبه هذه فصراحه يستحق انك تاخذ النينتندو وتجرب الالعاب اللي فيها وتعطيها فرصه مدام انها طاح سعرها الحين، فأنصحك فيها وأنصحك باللعبة هذه. فهذا كان عندنا في الختام هذه الحلقة، يعطيكم العافية على المشاهدة، وإن شاء الله راح نقيمها أكثر لما تصدر هذه اللعبة ونحللها أكثر، واحتمال إن شاء الله ننزلكم شرح عن ضربات كل سلاح والكومبوات اللي تستخدم بإذن الله. فيعطيكم العافية على المشاهدة، ونشوفكم في تقييم آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بركاته.